بجيب المعون هذا بحطوا لي اياه عدس، اغلب الايام عدس، وبكفيش الاولاد هيك هيك بياكل اكل على خفيف بخلص دغري، وزهقنا العدس، لا في بيجيبوا اكل ثاني ولا شيء، فواكه ولا لحمه ولا شيء، نتفه عدس نتفه معكرونه من دون لحمه من دون شيء، ما احنا مستفيدين على الفاضي، وكل هذا يعني اجسامنا قاعده ركب المرض من كل الاكل، الجسم كله ركب المرض، ولادي مرضى من قلة الأكل، هذه ما بتكفي، إيش بدها تكفي هذه؟ بتكفيش نفرين، هذه بدها تقضي 7 أنفار غد وبتكفيش غدا، بس غدا وجبة واحدة بتكفيش، ووضع صعب جدا للغاية، مش عارفين نعيش في هذه الحياة. هاي هذا شوية معكرونة، إيش هذا بتسوي مع 10 أنفار 7 أنفار؟ هذه كل يوم معكرونة، والله ما بطلنا نعرف إيش الدعوة، هذه ما بتكفيش لغدوة، كل يوم معكرونة عدس معكرونة عدس. برجع على التكييف من الساعة 9، بقعد من الساعة 9 للساعة 12، للساعة 12 بضلني باخذ الطبيخ لأولادي وبروح، إيش بياكل وإيش ما بياكلش، يعني الطبيخ ما بكفهمش، ما بكفهمش الطبيخ، يعني وضع صعب 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 علينا، يعني معاناة صعبة، ولدي بيطلب اللحمة بقول له يما من وين بدي أجيب لك لحمة؟ بطلب اللحم وبطلب الفراخ، من وين اجيب لك يا امه؟ الحين الاولاد الصغار بموت على واحد معاه يسمع بسكوت ولا يسمع حلاوه، بيجوا يشح طعميني 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 عشان يذوقوا الاشي اللي كانوا زمان ياكلوه، الحين اصبح ما فيش للصغار، والصغار دول بعايطوا ليل نهار، بعايطوا ليل نهار، يا اما بدهم حلو يا اما بدهم بس حبه فاكهه او حبه شوكولاته او اي خضره، الخضره كمان غاليه الخضره. هلقيت هناك عدس وخلص، وهاي يجينا معكرونه مخلصه، مش عارف ايش ده طعم اولادي، وامي في السن كبيره وابويا في كبير، وابويا مع القلب، يعني ايش ده طعم اولادنا، وهلقيت المدارس بيعطوش الا قنيت ميه وحبتين بسكوت الصغيره، ايش ده طعم اولادها هلقيت، ولا في اكل ولا في حاجه، هاي نروح ايش ده نسوي.